من واشنطن الدكتور وليد فارس الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية. دكتور وليد أهلا وسهلا بك إلى نشرة المساء. من حيث التوقيت، تسريب هذه الوثائق في هذا التوقيت مع بدء الاحتجاجات والتظاهرات في إيران، هل هو محض صدفة أم مقصود تماما؟ الاعتقاد أنه مقصود وأن هنالك توقيت سياسي. هذا نهر من المعلومات، يعني حتى الآن مختلف الأخصائيين لا يزالون يقرؤون هذه المواد التي نشرتها نيويورك تايمز، ولكن هنالك بحر من المعلومات، هذا جزء صغير. البعض يعتبر أنه من الممكن أن تكون هنالك جهات ضمن النظام الإيراني تقوم بهذا النشر لأسباب سياسية، ربما إحدى هذه الأسباب أنهم ينظرون إلى احتمال تغيير كبير في الشارع الإيراني وبالتالي في الدولة الإيرانية، وهم يتخذون كما يقال احتياطاتهم، ولكن هذه تكهنات استخباراتية وليست عمليا معلومات حتى الآن. إذن إلى أي مدى يمكن الاعتداد بهذه الوثائق واعتبارها دقيقة وذات مصداقية؟ هل بثتها أي وسائل إعلام غير نيويورك تايمز وموقع انترسبت؟ لا، الانترسبت معروف في انتماءاتها الإقليمية، ولكنها قادرة على أن تحصل على هكذا معلومات وأعطتها وشركتها، شركت المعلومات مع نيويورك تايمز التي لها قاعدة قراء هائلة وكبيرة جدا هنا. ولكن هذه المعلومات كما رأيناها وللوهلة الأولى ليست جديدة بالمعنى، إلا أنه هي تفصيلية أكثر. قد صدر في العام 2008 كتاب، هذا الكتاب لعضو في البرلمان الأوروبي باولو كاساكا، وكان فيه هذه المعلومات في العام 2008، يعني وهو تكلم عن كل موضوع ما حصل من خروقات إيرانية داخل الاحتلال الأمريكي للعراق. ولكن الذي حصل أنه إدارة رئيس أوباما التي أتت في 2009 حتى 2016 لم تقم بأي عمل لردع هذه الاختراقات الإيرانية. إذن إدارة بوش كانت مسؤولة عن هذه الاختراقات، لم تفهم كثيرا فيها، وإدارة أوباما سكتت عنها لأنها كانت تريد أن توقع الاتفاق النووي الإيراني. طيب دكتور وليد، ابقى معي، سأتابع معك النقاش بعد قليل. الوثائق المسربة تكشف كذلك كيف تغلغلت إيران استخباراتيا في العراق، بل وحولت عملاء سابقين للاستخبارات الأمريكية إلى عملاء لها. أعود إلى دكتور وليد فارس خبير السياسة الخارجية الأمريكية. دكتور وليد، ما يلفت الانتباه في هذه الوثائق هو نجاح طهران حسب الوثائق في تجنيد عملاء استخبارات أمريكيين للعمل لصالحها. طب هل يعقل؟ هذا معقول؟ وكيف تتعاطى السي اي اي مع مثل هكذا معلومات؟ يعني أنا أتصور أن الكونغرس بلجان الاستخبارات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب يجب أن ينكب على هذا الموضوع، وهذا موضوع خطير جدا. إذا فعلا كانت هنالك عملية تجنيد لعملاء الاستخبارات الأمريكية، ولكن بالطبع معظمهم من العراقيين المحليين، ولا ندري إذا كان هنالك من المولودين في أمريكا أو أمريكيين ذوي الجنسية الأمريكية، هذا أمر سوف يبحث به. هذا انتصار كبير للنظام الإيراني. يبدو أنه إحدى الأسباب لماذا تمكنت إيران من هذه الاختراقات لأنه ميليشياتها ومجموعاتها التي دخلت العراق على أساس التحرير من نظام صدام حسين سمح لها، يعني الاحتلال الأمريكي كان يسمح لها بأن تكون رديفة له في العمل ضد مجموعات صدام أو فيما بعد مواجهة القاعدة إلى ما هنالك. وهذا كان خطأ رئيسيا، لأن هذه المجموعات فيما بعد تحولت إلى ماذا؟ إلى الدفاع الشعبي، إلى الحشد الشعبي، وإلى قطاعات كبيرة ضمن الإدارة العراقية، وهذا ما أدى إلى
عندهم قدرة أو تغطية لكي يقوموا بهذا التجنيد على الأرض. دكتور وليد، البعض سيعتبر أو ربما أن الرئيس ترامب إلى أي مدى تعتقد أنه سيستفيد من هكذا تسريبات للقول أن سياستي ضد إيران هي محقة، انسحابي من الاتفاق النووي هو محق، وبالتالي يشجع ذلك على سياسة أكثر تشددا مع إيران، وربما يستفيد ذلك في مواجهة الديمقراطيين فيما خص موضوع العزل؟ يعني من المفروض كما تفضلتم أنه إذا كان فريق العمل عند رئيس ترامب واعٍ، وأعتقد أنهم واعين، ولكن قادر أيضا أن يستفيد من هذا الموضوع، ولا سيما أنه نشر من قبل صحيفة في المعارضة له وتنتقده دائما، دون شك بإمكانه أن يقلب الموضوع إلى نقطة قوة له، لا سيما في مواجهاته السياسية الداخلية. ولكن لا ندري إذا كان فريقه سوف يركز كثيرا على هذا الموضوع الآن في بدايته، بينما هو يركز فعلا على المواجهة داخل الكونغرس في عملية العزل. ولكن الأيام أمامنا والأسابيع أمامنا. من واشنطن الدكتور وليد فارس، الخبير في السياسة الخارجية الأمريكية، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.